عباد الله، لقد عظم الله تعالى حقوق العباد وشدد في النهي عن الاستطالة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع محذرا من ذلك: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا كان من أعظم الأمور التي نهى الإسلام عنها وشدد النكير على فاعلها بعد الشرك بالله هو قتل النفس المعصومة، فإن هذا إفساد في الأرض كبير، وهو أمر جلل وجريمة منكرة شنيعة، حذر منها ربنا تعالى وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وتوعد بعظيم الجزاء على من قتل مؤمنا، فقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. بل حذر صلى الله عليه وسلم من مجرد الإعانة على القتل، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. عباد الله، أين عقول من يدعون الإسلام؟ أين دينهم؟ أين خوفهم من الله؟ ما هذا التساهل في أمر الدماء والقتل؟ أهان عليهم الأمر حتى صار بعضهم يفتي لنفسه بحل دماء الناس ثم يستحلها. ولقد أخبرنا الصادق المصدوق خبرا يوجب الحذر والخوف من الله، فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخرب لهم هباء من الناس، يحسبون أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. فكيف يقدم القاتل على الفعل وهو يعلم بشاعة جرمه وفضاعة فعله؟ فقد نصب له خصما يوم القيامة، وقد نصب له خصم يوم القيامة. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. أفلا يتذكر القاتل كم نفس آذى وكم قلب أفزع؟ هذان الوالدان المكلومان عصر الألم قلوبهما وأذاقهما كؤوس العلقم والصبر، فحن الحزن ظهورهما وهد قوامهما، وأطفال صغار فقدوا عائلهم ومربيهم ينشدون الرحمة في قلوب الناس، وربما تشتت أحوالهم وتغيرت أخلاقهم. في أي حفرة أرد القاتل فيها نفسه؟ وأي ورطة ورط فيها؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. عباد الله، لقد شدد الإسلام على أمر القتل وعظمه، ولم يعصم دم المسلم فحسب، بل عصم دم المسلم ودم الكافر، فحرم الاعتداء على من أمنه المسلمون.
لأن المسلمين يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فمن قتل من أمنوا فقد خانهم واستحق عقاب الله. فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. عباد الله، ما هذه السكرة التي يعيشها من روع المسلمين وخالف جماعتهم وشذ عن طريقهم؟ أفلا يتفكرون إلى أين يذهبون وما هم عاملون؟ إنهم يتهمون العلماء والمجتمع بضلال، وأنهم هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في وقت تخذل فيه الناس، فقاموا بسفك الدماء وترويع الناس ظنا أنهم للإسلام ناصرون وللحق مظهرون، وربما تمادوا حتى كفروا من كفروا وجعلوا ذلك ذريعة للقتل والتدمير والإفساد. وهذه الفتن يا عباد الله مما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، وحفظها عنه صحابته الكرام، ونقلها لنا الأئمة الأعلام وبينوها لنا أتم بيان. فقد ذكر ما يحدث بعده من الفتن ودلنا على ما يؤمننا منها وما يحصل لنا به الحماية والسلامة من شرها، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.